يا ودي قلت لكم رونالدو في النصر هذه مستحيل، ماشي في النصر، في الخليج مستحيل تصرع، ماشي محسوب الخليج ما عندهمش. لا لا، رونالدو قعد في مستوى معين وحب يكملها في ان غران كلوب انترناسيونال certainement parce que oui certainement c'est pas comme les autres joueurs les touchent 80 millions d'euros ou là c'est des Bien centaines sûr. De millions d'euros c'est un gars qui est milliardaire donc je pense pas que mais avec le profile tu as les joueurs les fin de carrière fin de carrière oui. il a récupéré quelques oui. quelques millions de le boulda l'arabia ولكن Je pense qu'il a un challenge. Il a un challenge. Il est capable. Bien sûr. أنا والله نتوقع أنا مرة كأس العالم دوكا سا ديبون لي ريزولتا تاع كأس العالم. دوكا بون شفناه ميم سي خرج رومبلاسون خلى رومبلاسون في الماتش تاع بورتوغال ويقولوا بليك ما عجبوش الحال تو. ما اونطريناش ميم با مع ليكيب أون. وي مي رمزي روماركي مليح باللي كاين حاجة ماشي مليحة صارت. سيتادير كي كانوا يلعبوا بورتوغال كي كان يلعب هو بورتوغال كانت تربح 1-0-2 لكن كي دخل كان في البون ربحوا بستة وين في الثمن النهائي يعني كان واحد التأويلات يقول لك رونالدو هو المشكلة في الماشينة اللي راهي تدور في المنتخب وليت تهضر كيما ليكيب دو فرانس على بنزيما ملي راح ولاو ليكيب دو فرانس يلعبوا بليز اليز انا واش ما يقولوا يعني شكون يقولوا جو بونس با الاخرين شكون انا بالي